السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم البنات بمناسبة رمضان كانت منا يدخل عليكم بالصحة وبالهنا إن شاء الله، وزول لنا ربي هذا الوباء إن شاء الله. هنا اليوم البنات جيت شارك معكم طريقة رائعة في البغرير، وطريقة جديدة وكيجي خفيف ومتقل قد كامل كما كتشوفوا، وكيجي رائع البنات. ويلا هو باش تشوفوا معنا المقادير وكيفية التحضير. ومرحبا بكم في عالم بشرة في ايطاليا، واللي باقي ما تابوناش في القناة عندي تابونا، وما ينساش اللايك ويفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد. يلا نشوفوا الوصفة ونشوفوا طريقة التحضير. كما شفتوا البنات هنايا عندنا نص كيلو ديال الفينو كما كتشوفوا، وهنا عندنا خميرة المعجونة، واحد معلقة كبيرة ديال الخل، ومعلقة صغيرة ديال الملح، ومعلقة كبيرة ديال السنيدة، ونصف كيلو من الدقيق الأبيض. كما كتشوفوا البنات الخل ضروري في هذه الوصفة، وهو السر ديال هذه الوصفة، وانا غادي نديرو بطريقة جديدة ماشي هو طريقة البغرير اللي كنطحنو. يلا تشوفوا معايا الوصفة. كما تشوفوا البنات بعد ما غادي ندلك هاد العناصر كاملة، ما غاديش نحتاج ندير السميدة، انا درت غير سبيسيال والدقيق الابيض. غادي ندلكها مزيان مزيان تدريجيا، وانا كنزيد الماء ورجع معاكم. كما كتشوفوا البنات هيا بعد ما دلكتها مزيان مزيان تدريجيا، وانا كنزيد الماء وانا كندلك انا كنزيد الماء وانا كندلك حتى كتولي على هذا الشكل كما كتشوفوا، وما كيبقاوش فيها هذوك الخيوط ولا الحبيبات. كما شفتوا كتولي صافيه على هذا الشكل، وغادي نبقى ندلك فيها ونخليكم مع الفيديو. بعد ما دلكناها مزيان بيدينا غادي نديروها في بواطه محكمه الاغلاق كما كتشوفوا معايا. غادي دابا نغطيها بالبلاستيك الغذائي وغادي نخليها حتى ترتاح. بعد ما البنات خليناها حتى ارتاحت غادي ناخذ واحد المغرفه وغادي نبقاو نحركو فيها تدريجيا بشويه بشويه حتى يخرج هذاك الهواء كامل، وتولي على شكل البغرير بحال طاحناه. هذا ما كيطحن ما والو، جربوها البنات كيجي رائع ومضمون 100% تيجي متقب كامل. ونخليكم مع الفيديو. بعد ما خلطناها البنات مزيان غادي نبداو نطيبو في البغرير تاعنا. كما كتشوفو كيجي متقب وكيجي خفيف وكيجي رائع بلا مونينيكس بلا حتى حاجه، غير بيديك بلا سميده بلا حتى حاجه، كيجي رائع وخفيف وصحي البنات. وجربوه وردوا عليا الخبر، ونتمنى من الوصفه تكون نالت الاعجاب تاعكم وكنت خفيفه على قلوبكم. وكنقول لكم اللي باقي ما تابوناش عندي ابونا، وما ينساش يفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد. والى اللقاء مع وصفه اخرى ان شاء الله. مع السلامه.